عاملين ان الشاط اليوم والحزام الرملي حساسي جدا، وذيك الحساسية لا ماشية تنزاد، حساسي جدا اولا من ناحية تغيير المناخ، وحساسي ملي به تأثير بعض من الأنشطة اللي تعدل اليوم، وبعض من البنية التحتية ملي اللي موجودة فم اللي يعودوا ما قبلوا بعين الاعتبار بصفة عامة وبصفة كافية معايير البيئية. وهذا ودى بأن ذيك المنطقة كاملة من الجنوب إلى الشمال عات اليوم حساسية جدا. واليوم هذا الحزام الرملي حسبنا فيه تقريبا 20 فتحة، معناه عادوا فم طرق إلى طلع البحر، لا قدر الله يطلع البحر يدور يوخاو من ذوك الطرق، ولا يعودوا تشور كاملين اللي على ذي المنطقة لا تدخلهم الماء.